المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. إنه واحد من أشهر الشخصيات التي عرفها الناس في القرن السابع الهجري. كان إماماً فقيهاً وعالماً متبحراً في علوم الشريعة، مجاهر بالحق، الملقب ببائع الملوك العز بن عبد السلام. ولد في مدينة دمشق سنة 577 للهجرة، وبها نشأ وتعلم. وقد تأخر عن زملائه في طلب العلم، لكنه نجح في تعويض ما فاته بالانتظام في حلقات الدرس، وساعده ذكاؤه وفهمه العميق على إتقان الفقه والتفسير وعلوم القرآن والحديث. وبعد أن انتهى من دراسته اتجه إلى التدريس في بيته وفي مساجد دمشق. استطاع المدرس الشاب أن يجعل الطلاب يلتفون حوله بسبب غزارة علمه وبراعته في الشرح، بالإضافة إلى حبه للدعابة وللنوادر التي تزيل الملل من نفوس طلابه. وبهذه الطريقة أقبل عليه الطلاب وامتلأت حلقاته بهم. كان العز بن عبد السلام خطيبا بارعا يؤثر في مستمعيه بصدق عاطفته وغزارة علمه وسلاسة أسلوبه ووضوح أفكاره، وهذه المؤهلات جعلته جديرا بأن يكون خطيب الجامع الأموي في دمشق. وكانت خطبه في الجامع مدرسة يتلقى الناس فيها أمور دينهم، ويستمعون منه القضايا التي تهمهم، ويحل لهم المشكلات التي تعترض حياتهم. عرف عن الشيخ أنه كان لا يسكت عن خطأ أو تهاون في حق الأمة والوطن. كان قد علم أن وفدا من الصليبيين قد سمح لهم سلطان دمشق الصالح إسماعيل بدخول دمشق لشراء سلاح لهم من التجار المسلمين. وبعد أن ثبت أن هذه الأسلحة يستخدمها الفرنج في محاربة المسلمين، أفتى في خطبته بحرمة بيع السلاح للصليبيين، وكانوا لا يزالون يحتلون أجزاء من بلاد الشام. وكان لهذه الخطبة أثر كبير في الناس، فتناقلوها فيما بينهم. أما السلطان فقام بعزل الشيخ عن الخطابة والإفتاء وأمر بحبسه، لكنه خوفا من غضب الناس وثورتهم أطلق سراحه وألزمه منزله. سئم الشيخ العزلة التي فرضت عليه ومنعه من إلقاء الدروس وإفتاء الناس، وكان يستشعر أن قيمة الإنسان فيما يعطي، وأن قيمته هو أن يكون بينهم معلما ومفتيا وخطيبا. فقرر الذهاب إلى القاهرة، ورفض أن يتودد للسلطان ويستعطفه حتى يرضى عنه. وصل الشيخ القاهرة سنة 639 للهجرة، واستقبله سلطان مصر الصالح أيوب استقبالا عظيما، وطلب منه على الفور أن يتولى الخطابة في جامع عمرو بن العاص، كما عينه في منصب قاضي القضاة، وجعله مشرفا على إعادة إعمار المساجد المهجورة في مصر. وفي أثناء عمله اكتشف الشيخ أن الأمراء المماليك الذين يعتمد عليهم الصالح أيوب لا يزالون من الرقيق، لم يتحرروا بعد. ورأى العز بن عبد السلام أن هؤلاء الأمراء لا يصح تكليفهم بإدارة شؤون البلاد ما داموا عبيدا أرقاء. وعلى الفور أمر الشيخ الشجاع بوقف تصرفاتهم في البيع والشراء وكل التصرفات التي يقوم بها الأحرار، وترتب على ذلك أن تعطلت مصالحهم، وكان من بينهم نائب السلطان. حاول هؤلاء الأمراء أن يساوموا العز بن عبد السلام ليرجع عما عزم عليه من بيعهم لصالح بيت المسلمين، لكنه رفض مساوماتهم وأصر على بيعهم. ولما كان الموقف صعبا على المماليك فإنهم رفضوا الامتثال لرأي الشيخ وفتواه، ورفعوا الأمر إلى السلطان الصالح أيوب، فطلب من الشيخ التراجع عن فتواه فرفض. فأغلظ السلطان القول للشيخ واحتد عليه عزم عليه، فانسحب وترك السلطان وقد عزم على الاستقالة من منصبه. ولما انتشر خبر استقالة الشيخ ومغادرته القاهرة، خرج الناس وراءه يرجونه العودة. وفي الوقت نفسه أدرك السلطان خطأه، فخرج هو الآخر في طلب الشيخ واسترضائه، وأقنعه بالعودة معه، فوافق على أن يتم بيع الأمراء. وكم كان المشهد مهيبا جليلا، الشيخ العز بن عبد السلام واقف ينادي على أمراء الدولة واحدا بعد آخر ويغالي في ثمنهم، والسلطان الصالح أيوب يدفع الثمن من ماله الخاص إلى الشيخ الشجاع الذي أودع ثمنهم بيت مال المسلمين. وكانت هذه الوقعة سببا في إطلاق لقب بائع الملوك على الشيخ العز بن عبد السلام.
لم تمضي سنة على الحادثة السابقة حتى وصل إلى علم الشيخ ما فعله معين الدين أستاذ الدار عند السلطان، وهو ما يعادل اليوم كبير أمناء الحاكم، والذي كان يجمع إلى منصبه اختصاصات الوزير وقائد الجيش. لكنه كان يوصف بأنه كان متحللا وعابثا ومعتدا بقوته ومنصبه، ولذلك تجرأ على ما يسيء إلى مشاعر الناس، فبنى فوق أحد مساجد القاهرة طبل خانة، أي قاعة لسماع الغناء والموسيقى. وما أن عرف بذلك العز بن عبد السلام وهو قاضي القضاء حتى أمر بهدم البناء، وحتى لا يخشى أحد تنفيذ الأمر قام بنفسه وجمع أولاده وموظفيه وذهب إلى المسجد وحمل معولة وهدم معهم البناء المستحدث فوق المسجد. ولم يكتفي بهذا التحدي للوزير والسلطان، بل أسقط عدالة الوزير بما يعني عدم قبول روايته وشهادته، ثم عزل نفسه عن القضاء حتى لا يبقى تحت رحمة السلطان وتهديده. وكان لهذا العمل دوي هائل وأثر عجيب، فقد تنفس الناس الصعداء من تسلط الحكام وارتكاب المخالفات الشرعية، ولم يجرؤ أحد أن يمس العز بسوء، بل أدرك السلطان أيوب أن الحق مع العز، وتلطف معه للعودة إلى القضاء، ولكنه أصر على ذلك، وطار الخبر في الآفاق حتى وصل إلى الخليفة العباسي في بغداد، فقد حدث أن جهز السلطان الملك الصالح رسولا من عنده إلى الخليفة المستعصم ببغداد، فلما وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين يدي الخليفة وأدى الرسالة، خرج إليه وسأله: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: لا، ولكن حملنيها عن السلطان معين الدين بن شيخ الشيوخ أستاذ داره. فقال الخليفة: إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام، فنحن لا نقبل روايته. فرجع الرسول إلى السلطان بمصر حتى شافهه السلطان بالرسالة، ثم عاد إلى بغداد وأداها. طالت إقامة الشيخ في القاهرة حتى شهد ولاية السلطان سيف الدين قطز، وشهد إرسال المغول رسلا إلى القاهرة تطلب منها التسليم دون قيد، وكان المغول على أبواب مصر بعد أن اجتاحوا مشرق العالم الإسلامي، لكن سلطان مصر رفض هذا التهديد وأصر على المقاومة والدفاع. واحتاج قطز إلى أموال للإنفاق على إعداد المعركة، فحاول فرض ضرائب جديدة على الناس، لكن العز بن عبد السلام اعترض على ذلك وقال له: قبل أن تفرض ضرائب على الناس عليك أنت والأمراء أن تقدموا ما تملكونه من أموال لبيت مال المسلمين، فإذا لم تكفي هذه الأموال فرضت الضرائب على الناس. واستجاب السلطان لرأي الشيخ وقام بتنفيذه على الفور، وخرج المسلمون للقاء المغول في عين جالوت، وكان النصر حليفهم. وبعد وفاة قطز، وعندما أراد الظاهر بيبرس أن يستلم السلطة والحكم، استدعى الأمراء والعلماء لمبايعته، وكان بينهم العز بن عبد السلام الذي فاجأ بيبرس بكل جرأة وشجاعة وقال له: يا ركن الدين، أنا أعرفك مملوك البندقدار، أي لا يصح مبايعة المملوك في استلام السلطة. فأحضر بيبرس ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للملك الصالح أيوب، وأن الصالح أيوب قد أعتقه، وهنا تقدم العز وبايعه على الملك. وكان الظاهر بيبرس يعظم الشيخ ويحترمه ويعرف مقداره ويقف عند أقواله وفتاويه. قال السيوطي عن الظاهر بيبرس: وكان بمصر منقمعا تحت كلمة الشيخ ابن عبد السلام لا يستطيع أن يخرج عن أمره، حتى إنه قال لما مات الشيخ: ما استقر ملكي إلا الآن. كان الشيخ مع تعدد ملكاته في الإفتاء والخطابة والقضاء والتدريس له كذلك مؤلفات عدة، من أشهرها قواعد الأحكام في مصالح الآنام، والغاية في اختصار النهاية في الفقه الشافعي، ومختصر صحيح مسلم، وبداية السول في تفضيل الرسول، وتفسير القرآن العظيم. وقد امتدت حياة الشيخ الجليل حتى بلغ 83 من عمره، قضاها في خدمة الإسلام والجهاد باللسان والقلم، حتى لقى ربه في العاشر من جماد الأولى سنة 660 للهجرة، الثاني من مارس عام 1261 للميلاد. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة
وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.